اللوزتين ومشاكلهم للأطفال أكثر انتشارا في فصل الشتاء وأيضا بداية فصل الصيف للناس اللي بتشرب الماء البارد والأجواء الحارة. في الشتاء لأنه بيكون أنت في مكان دافي وطلعت لمكان استنشقت فيه هواء بارد فبصير عندك التهابات تنفسية، مناعتك بتقل، أي نوع من الغذاء اللي فيه بكتيريا ممكن يعمل لك التهاب أو الفيروسات الكامنة اللي موجودة في جسمنا بتنشط وبتعمل لك التهاب. بمعنى التهاب الوز ممكن يحدث بأكثر من سبب، تابعونا في هذا الفيديو كي نتعرف على التهاب اللوزتين عند الأطفال، هي دائما دارجة أكثر من الكبار، وبالتالي في هذا الفيديو سنوضح كل هذه النقاط فتابعونا. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللوزتين ربنا أوجدهم علشان يفلتروا الدم أو يمنعوا دخول الميكروبات إلى الجسم، فهم جزء من الجهاز المناعي اللي بتمنع إدخال الميكروبات. نتنفس من خلال الأنف أو أحيانا من خلال الفم، بيدخل الهواء، الدم بيعدي على هذه الغدد، لو في أي ميكروبات بتحجزهم فيتعتبر بارير أو حاجز أو عتبة للميكروبات، فتعتبر من ضمن جهاز المناعة. طيب إيش اللي بيصير؟ إنه إحنا ممكن نتعرض إلى ملوثات أو إلى أجواء باردة تنشط الفيروسات، أو نأخذ شيء في بكتيريا أدت إلى الالتهاب، هذا الالتهاب خاصة في الأطفال الصغيرة، أو ترك بعض بقايا الأكل مثل السكر وخلافه بين الأسنان، ليس فقط عملت مشاكل الأسنان بل أيضا انتقلت وعملت لالتهابات في الحلق وفي اللوز. ممكن تكون التهاب اللوز نتيجة اللي أنا حكيته من ملوثات، أو امتداد لالتهاب حلق أو جهاز تنفسي أدت، وعدم الاهتمام فيه أدت إلى أيضا عدوى مشتركة إنها وصلت اللوز واحتقن الحلق واحتقنت اللوز. كلمة احتقان معناها تجمع السوائل مع الدم في هذا العضو، وجود البكتيريا ممكن تؤدي إلى إحداث اللي هي البقع، ربما بيضاء أو صفراء حسب نوع البكتيريا اللي أجت سببت، وبتلاقيها بارزة وهذه بتدي ارتفاع حرارة شديد جداً، وهذه من وسائل التشخيص. بمعنى الأعراض اللي بنشوفها على الشخص اللي عنده التهاب في اللوز أو على الطفل اللي عنده التهاب لوز، رقم واحد ارتفاع في درجة حرارته، ألام في الرأس أو صداع شديد، الرقبة ألام فيها عند أي حركة، الغدد الليمفاوية اللي موجودة في الرقبة تنتفخ، لو فتحنا الفم حنجد إنه اللوز حجمها كبير زي بيضة الحمام، وأحيانا بنجد نقط بيضاء، معناها هذه تكونت إنه نتيجة مهاجمة الخلايا المناعية للميكروب أدت إلى تواجد هذه البقع البيضاء أو الصفراء اللي احنا بنسميها الصديد، بالتالي زادت أو تفاقمت الحجم. ولا بد إنه احنا هنا نتصرف بالتصرف على حسب نوع الأعراض والحرارة. دائما بنعطي مخفض للحرارة، ومن الحاجات اللي احنا لو سلنا السبب حتنخفض الحرارة، فخلينا في الأول نشتغل على تخفيض السبب ونشتغل على الحرارة بالكمادات الباردة، لا مش بالباردة، بدرجة حرارة الغرفة القريبة من حرارة الجسم، بنضع كمادات فيها ماء أو بنمسح الوجه أو الرأس بالماء وبنتركه يجف لوحده، فبالتالي بيعمل عملية تخفيف لدرجة الحرارة. يجب الطفل حرارته ما ترتفعش عن 40 بتاتا أو أي إنسان، حتى لا يصير عنده تلف في الأعصاب أو في المخ أو يجيله نوبات صرع لا سمح الله في المستقبل. بالتالي ننتبه لهذه النقطة، الأطفال يجب ألا ترتفع حرارتهم عن 40 درجة، مجرد وصلت 38.5 الباراسيتامول اللي بيستخدم اللي هو مخافض الحرارة اللي بيستخدم بجميع أسامي التجارية لا تشتغل أكثر على الطفل اللي عنده حرارة أكثر من 38.5، بتخفض اللي دون 38.5، بعد 38.5 يجب تخفيضها بالماء
من خلال إعطاء الطفل الدش أو غسله بالماء الدافئ المناسب له وتركه لفه بفوطة وتركه يجف لوحده، هتلاقي حرارته ابتدت تنزل. بعد ما ينزل 38.5 بتديله خافض الحرارة فبتنزل حرارته. هذا العرض اللي إحنا بنعالجه نتيجة التهاب اللوزتين. طيب إيش بحتاج أنا قبل ما استخدم اي مضاد حيوي؟ فعندي مضادات حيويه طبيعيه ربنا اوجد لي اياها في الثوم وفي البصل وفي الكركم وفي البابونج. يبقى انا ببدا اعطي هذه المشروبات لاول شيء المشروبات الدافئه، منها بتلين المكان وبترطبه، خاصه البابونج. بامكاني اعمل خليط من البابونج والكركم واضيف لهم العسل. الاطفال اللي دون السنه لا اضيف له العسل. بالتالي انتبه للمعلومه هذه، للكبير او للصغير اللي فوق السنه بامكاني اضيف العسل. افضل خلطه انا افضل انها تعطى انه هريس الثوم، هريس الثوم مع الماء الدافئ مخلوط مع الكركم، هريس الثوم مع الكركم، بمعنى ضرسين ثوم مع معلقه صغيره من الكركم او نص معلقه تكفي للطفل الصغير، وللكبير ضرسين او ثلاثه من الثوم مع معلقة صغيرة من الكركم. نضيف إليهن الماء الساخن، مش شرط يكون مغلي، المهم يكون وصل درجة حرارة 70 عشان نحافظ على المضادات الأكسدة اللي في الثوم اللي هي بتقضي لي على الفيروسات وعلى البكتيريا. بحليه بالعسل، للطفل اللي فوق السنة يستطيع أن ياخده، للكبير للمسن إلى غير ذلك بحليه بالعسل وبعصر عليه ليمون وبستخدمه كغرغرة ومشروب. غرغرة ومشروب الأليسين اللي موجود في الثوم المهروس، انتبهوا الثوم المهروس هو اللي يحتوي أليسين. الثوم اللي بيبلعوه بلع لا يحتوي أليسين، يحتوي ألين، والألين ليس فعال، فقط مادة كبريتية. ربما إذا خدشت جوا وانهضمت أو أكلتها البكتيريا اللي هي موجودة في القولون يستفاد جزئيا منها، وإذا بقيت كما هي مغلفة بغشائها الرقيق فلا يستفاد منها بتاتا عند البلع. الثوم يؤخذ مع الطعام ولا يؤخذ على الريق أو على معدة فاضية، لأن الثوم حامي ويستفز العصارة المعدية بأنها ربما تثير وتؤدي إلى آلام شديدة جدا. فبالتالي الثوم اللي بيقول لك على الريق وببلع على الريق يجب أنك تاخده مهروس مع الأكل. طيب أنا بعالج مين؟ بعالج اللوزتين، وبالتالي محتاج أني أهرسه، أضيف له كركم، عصرة ليمون، عسل، وأضيف له الماء الدافئ، أحرك، أتركه 10 دقائق وأشرب من هذا المشروب، بل أتغرغر وأبلع. هذا غذاء كله. إذا أنت تغرغرت وبلعت هذه المكونات كلها مفيدة جدا للجهاز المناعي وللقضاء على الالتهابات. هذه أهم وصفة اللي إحنا بنعملها، لكن بإمكانك أنه أنت تعمل كمان للغرغرة بين فترة والثانية، بمعنى كل نص ساعة أو ساعة تتغرغر بالماء الملحي اللي أيضا بإمكانك تحط معه بيكربونات الصوديوم مع عصرة ليمون وقتيا، وتكون الماء دافئ تتغرغر وتقذفها تفها، يعني ما تخليهاش علشان تنظف هذه المنطقة الكويسة. زمان وإحنا أصغار كانوا بيعملوا لنا وصفة الجدة، وصفة الأم، وصفة الأب، الوصفة الشعبية، البيضة الصغيرة اللي تشبه بيضة الحمام تاع الدجاج البلدي، هذا للكبير مش للصغير. بتعطى بتسلق سلق تام، تدهن بزيت الزيتون، وبنقول للشخص ابلعها، كان يبلعها وهي دافية وهي سخنة، فتدلك اللوزتين تقضي على الفقاعات اللي هي فيها التهابات. هذه الطريقة الشعبية، لكن أنا بقول كيف تصنع، كيف نعمل هذه الأم. شخص متخصص بيجيب ما يسمى الفورسيبس أو الملقط، بلف عليه قطنة، ببللها بالكحول أولا، ثم هو كمادة معقمة، ثم بزيت الزيتون، وبعدين بيدخلها في منطقة الحلق عند اللوزتين وبيفركهم، بيقضي على كل الالتهابات. يعني لو في دمامل صغيرة، خرجات صغيرة، بيقضي عليها، ثم بيخليه يتغرغر بالبابونج، لأنه الكحول الزيت ملطف والكحول بيقضي على البكتيريا، ثم بيتغرغر مرة واثنين إما بالمحلول الملحي أو بالبابونج وبتفه، ثم بنشرب محلول البابونج. بعدها بإذنه تعالى يوم واحد مش حتضل معاه ولا حيحتاج عمليات. لذلك لا ننصح بإزالة اللوز، لا ننصح بإعطاء المضادات
المضادات الحيوية للأطفال أو للكبار استخدموا المضادات الحيوية الطبيعية اللي هي البابونج والكركم هي الأفضل. المشروبات الدافئة تعالج الغرغرم المحلول الملحي مع الليمون. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل، انشروا ما يصلكم من علم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس كي تكسبوا أجر نشر علم يستفاد منه. أخوكم الدكتور رمضان شمية مع فريق العمل.